يا صحابي يا صحابي، يلا قبل ما نشوف حكايتنا النهاردة، اتكوا اللايك اللي عامل صباعه لفوق واشتراك اللي هي بالأحمر تحت، يلا اعملوا بسرعة. مين أشطر واحد هيعمل الأول؟ يلا يلا نبدأ حكايتنا. بتعيط ليه دلوقتي؟ المزارع اتأخر وأنا جعان أوي أوي. طب استنى بس شوية، هو زمانه هيجي، أنا ماليش دعوة، أنا جعان أنا جعان. أهو شكله جه في الجرار ورا أهو. يا أهلا، شكلكوا جعتوا أوي النهاردة. حاضر حاضر، هحط لك أكل حالا. نم 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 أم نم 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 أم نم 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 نم. برافو عليكم، أما أروح أحط لباقي الحيوانات الأكل. المهر، أنت جيت؟ أنا جاي لك أهو أحط لك الأكل. استنى استنى، الله كل. نم 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 نم. جدع، برافو عليك برافو عليك. يلا أما أشوف باقي أصحابك وأكلهم هم كمان. يلا روح روح. اهلا بالخرفان الجميله. يلا يلا هجيب لكم اكلكم على طول، وانتوا البط كمان والفرخه. سيو 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 سيو، باك باك باك. يلا قولوا. كلكم كلتوا اهوت، مش عايز دوشه، انا هروح اشتري لكم اكل عشان بكره. ياري ايه ده، هيجوع الواحد في ده؟ مفيش اي حاجة ارنب ولا اي بطة تعدي من هنا الواحد يعرف ياكلها يسد بيها جوعه. انا جعت قوي، طب اعمل ايه اعمل ايه؟ والله انا ما قداميش غير حل واحد، انا شكلي كده هروح المزرعة السعيدة واكل كل اللي فيها واملى بطني بقى وابقى باشا. فكرة حلوة، يلا مروح. برافو عليك كده، محدش شايفك. يا ترى كل مين فيكوا الاول؟ كل مين فيكوا؟ طب اعمل حادي بادي. الخروف ده كبير والبقره اللي هناك دي كبيره، ولا ابتدي واخد البط ده اسلك بيه زوري؟ اعمل ايه؟ والفرخه اللي عماله تتنطط دي، تنططي تنططي، ده انا هوريكي. انا ابدا بالخروف اللي قدامي ده وهو كبير وحلو كده. فين هو؟ فين؟ ورهولي. انا هو. يا لهوي، ده كان الخروف، كان الخروف، وهاكلكوا كلكوا. مين اللي على الدور؟ مين اللي على الدور؟ تعالوا تعالوا اهربوا، مفيش حد هنا هيلحق يهرب. تعالى يا حصان. انت مين يا حلوه؟ انت مين؟ انا بنزل اللي هنقذ كل الحيوانات دي. هتنقذيهم ازاي بقى؟ هتشوف حالا، استعد عشان تشوف قوتي الخارقه. وريني بقى يا حلوه كده هتعملي ايه. واحد اتنين اتنين ونص ثلاثه. شكرا قوي يا بنزل، احنا متشكرين قوي انك رحقتينا. ما تقلقوش انا هرجعهم لكم. هي هي، شكرا قوي يا رابنزل، شكرا قوي. العفو العفو، وقت ما تحتاجوا اي حاجه انبهوا عليا بس. متشكرين قوي متشكرين قوي. يلا يا اصحابي، انتوا كمان اعملوا لايك وشير واشتراك للمزرعه السعيده دي عشان تشوفي كل القصص بتاعتها.